نحن نازحين من عدة أرياف من مدينة إدلب، نازحين من 7 شهور بسبب القصف العشوائي اللي دمر المنطقة بالكامل. الحمد لله رب العالمين، يعني مخيمنا بيتطلب لكل شيء، أي شيء مساعد يكون لإله بيتطلب لإله، هي سلة غذائية، سلة منظفات. هلأ نحن في عنا هالوباء المرض، الله إن شاء الله يا رب ما منشوفه، نحن بدنا معقمات، بدنا الكمامات، كل هالأمور هاي بتتطلب لإلنا.